المشي في وادي بني خالد سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام لي اسم الكريم. اسمي قحطان بن حميد بن سعيد المعمري. أوه ما شاء الله. من الباطنة شمال من ولاية صحم. جميل اسمك جميل ورائع ما شاء الله. أنت الأروع. الله يحييك. حياك. ما الذي شجعك للمشاركة في هذا البرنامج بالرغم من بعد المسافة؟ أول شيء نشكر القائمين على هذا المسار. نعم. وجزاهم الله الخير على هذا التجمع. آمين. التجمع الطيب. نعم. المسارات دائما فيها فوائد كثيرة. نعم. من ضمنها تتعرف على الـ على الـ على الـ على الشباب، تتعرف على الأماكن. نعم ما شاء الله. والشيء الآخر والأهم اللي هو أنت تكتسب لياقة. نعم. وصحة. ما شاء الله. وعمان دائما جميلة. نعم صدق. فيها أماكن حلوة. نعم. إحنا حقيقة يعني قد نكون ما يعني مقصرين في 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 في, في زيارة وطننا. نعم. والتعرف عليها. نعم. ومثل هذه المسارات حقيقة يعني في بادرة طيبة تتعرف على الأماكن جميلة. نعم. عمرك ما زرتها، عمرك ما مريتها. نعم صدق. تتعرف على تضاريس، تتعرف على عادات وتقاليد. نعم. تتعرف على مواهب. نعم فعلا رسالة تحب أن توجهها نحو رياضة المشي. حقيقة أنا من الناس اللي يشجعوا على هذه الرياضة الجميلة. نعم. الرياضة الجميلة. نعم. وأهم حاجة فيها. نعم. ونحن نناشد كلنا جميع الشباب. أنهم يستمروا على هذا المنوال. نعم. ونبعد عنا جميع الأشياء اللي هي فيها البذخ. نعم. ونشجع على الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. نعم صدقت. جزاك الله خير. بعيدا عن البذخ، بعيدا عن الخسائر، بعيدا عن كل شيء. نعم. لأن هي في الآخر هذه مبادرات أهلية. نعم بارك الله. مبادرات شبابية. نعم صدقت. جزاك الله خير يا دكتور. الله يحفظك. حياك الله. يمين.